بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. ثم تقول: اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلف عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأراضين. برحمتك يا أرحم الراحمين.